وجوده في الماء قد يعني الموت. سمكة بجسد ثعبان يصل طوله إلى 2.5 متر، متخف وغدار وشبه أعمى، يسحق فريسته بكهرباء جهدها 860 فولت، بأقل من 3 أجزاء من الألف في الثانية. ثعبان البحر الكهربائي، مسدس الأمازون. لا أحد يصمد أمام الساعق الخارق هذا من الثدييات والأسماك وحتى التماسيح. مخلوق ألهم الفيزيائي ألكساندرو فولتا إنشاء أول بطارية تخزين في التاريخ. فهذا المخلوق المكون من لحم ودم يحمل تركيبة مبدعة في إنتاج الكهرباء. يكمن سر هذه الموهبة الدفاعية والهجومية في آن بوجود 3 أعضاء تكون 80% من جسد الثعبان. تحتوي على 100 آلاف الخلايا العضلية التي تتكدس بشكل متماثل ومنتظم وتسمى بالخلايا الكهربائية. عضوان من الأعضاء الكهربية متخصصاً بإنتاج الجهد العالي للهجوم والدفاع، بينما العضو الثالث ينتج كهرباء بجهد منخفض حتى 10 فولت تساعد المخلوق في التواصل وتحديد جنسه وقابلية التكاثر والملاحة تحت الماء، حيث يكشف له التيار جميع العوائق في طريقه، خاصة وأن نظره ضعيف للغاية وينشط في الليل. دعونا نفسر كيف يتم ذلك بأبسط ما يمكن علمياً ونرى هذا الإبداع الإلهي. 100 آلاف الخلايا العضلية مكدسة في 70 عموداً من كل جانب من جسد الثعبان. في حال الراحة تحافظ هذه الخلايا على شحنتها سالبة، حيث تعمل باستمرار على ضخ آيونات البوتاسيوم والصوديوم خارج الخلية، وتكون متصلة بالجهاز العصبي من طرف واحد. وفي لحظة الشعور بالخطر أو بوجود فريسة يرسل إشارة عبر النهايات العصبية لتستدعي الخلية هذه الآيونات بسرعة عبر فتح البوابة، وتشكل مع الآيونات خارج الخلية من الجهة الأخرى ثنائية القطب لصعق الهدف ب3 نبضات متتالية بجهد عال يصل إلى 860 فولت. وتتركز الشحنة الموجبة في ذقن الثعبان، حيث يحاول أن يضغط بها على جسد المهاجمين لتفريغ صعقة قد تكون قاتلة، مستفيداً من جسده كشحنة سالبة تساعد بالصعق. تخيلوا أن هذه العملية برمتها تحدث في 3 أجزاء من الألف في الثانية. من هنا نعرف لماذا سموه بمسدس الأمازون. هناك في موطنه، حيث تسبب بمقتل الكثيرين حين صعقهم وهم في ماء النهر، فأصابهم بشلل في الجهاز العصبي نتيجة تقلص شديد في العضلات، مما أدى إلى عجزهم عن السباحة والعوم ومن ثم غرقهم. ومع كل هذا الرعب يكفي أن تنظر إلى هاتفك المحمول وريموت التلفاز وكل ما يحمل بطارية شحن لتشكر ثعبان البحر والعقول التي استفادت من موهبته ليصنعوا لنا مبدأ البطاريات حتى يومنا هذا. فتبارك الله أحسن الخالقين.